صباح الخير، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا ويشاهد بثنا الصباحي هذا الذي هو تجربة لنرى مدى إمكانية أن نبدأ بثا صباحيا. آمل أن نستطيع أن نقدم موضوعا ونتحاور فيه ونرى الأفكار. هذه الأفكار التي هي الإنسان وفعل الإنسان. أهلا وسهلا أستاذ سنحاريب، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سنحاريب. اليوم أبدأ بالصباحي كتجربة وأناقش موضوع لطالما تحدثنا به، ولكن اليوم نأخذه من زاوية أخرى. فأهلا وسهلا بك معي، أهلا وسهلا بسمع أشتار، أهلا وسهلا نيلي، أهلا وسهلا صباح الخير، أهلا وسهلا وأنت مساء الخير، الفرق 10 ساعات. أي والله بالتأكيد كثيرا ما نسمع الله الله الله، مع أن كثيرا من الناس مدعي الإيمان ومدعي الإلحاد ومدعي اللادينية، هل يفهمون معنى الله؟ هل الله فكرة؟ هل الله تجسد؟ هل الله كائن خرافي؟ هل الله كائن بشري؟ ولماذا يتحدثون الله؟ هل الله هو الإله؟ هل الله هو يهوى رب الجنود؟ أو هذا القائم من الأموات بعد 3 بتزكية المريمات؟ هل الله رب العرش العظيم؟ أم أن الله جسم أو شيطان أو صنم أو طاغوت؟ هل الله حقيقة أم خيال في عقل الإنسان؟ ومن يستطيع أن يحكم على أن هناك إله يدير هذا الكون؟ فهل هذا الله داخل الكون خارج الكون؟ ومن سمى الله بأنه الله؟ ما هي الحقائق التي استند إليها الإنسان ليسمي الله بهذا الاسم؟ هل هو لقب نزل من السماء أم لقب وضعه الإنسان لفكرة تراود خياله؟ لأخذ أول مرة أحسن حاريب فكرة الإله، هل الله حقيقة أم خيال؟ تفضل سنحاريب. تحية طيبة أستاذ أيوب، تحية طيبة للموجودين بالشات، الأخت بسمة ونيلي. فكرة الإله هي حسب المفاهيم الفلسفية هناك مجموعة تساؤلات تعطينا تصور، وهو كيف، لماذا، أين، متى، اللي هي تعني كيف نشأ هذا الإله أو كيف وجد على وجه الحياة أو كيف ولدت فكرة الإله أو الله. هذه مسألة. مسألة أخرى، لماذا هو موجود؟ ما سبب وجوده؟ لماذا هو موجود؟ والتساؤل الآخر، أين هو هذا الله؟ أين هو؟ هو في السماء، هو في الأرض، هو بيننا، هو ما بين السماء والأرض، هو في البحر، في البر، في الجو. طيب، وأيضا تساؤل آخر، كينونة الإله، من يتكون؟ يعني هذا الإله هو مخلوق كما ذكرت، هو نور، هو جسم،
مادي، هو جسم غير مادي، هو مرئي، هو غير مرئي، هو محسوس، هو ملموس، هو ناطق، هو قوى في الكون. طيب، بالإضافة صفات الإله، يعني بماذا يتصف الآلهة؟ لذلك احنا نجد أن في الكتب المقدسة، إن كانت السماوية والوثنية، تركز على فكرة صفات هذا الإله بماذا يتصف. هل هو شرير؟ هل هو إله رحيم؟ هل هو إله عليم، يعلم، كلي القدرة، واسع المعرفة، لديه القدرة على تغيير الأحوال، يتحكم في الدنيا، يتحكم في مصير الإنسان، يسيطر على هذا العالم وعلى ناموس الحياة وقوانين الطبيعة، أم هو محجوم، له حجم وله قدرة معينة ضعيفة؟ هذه التساؤلات كلها تناولوها الفلاسفة، حاولوا المؤمنين بالآلهة أو بالله الرد عليها بإعطاء صفات شتى للإله. مثلا الله هو في بعض الأديان هو جسم، الله متجسد في البشر، أو يقول لك الله هو بداخلك، الله موجود في كل مكان، لا هو في السماء، لديه عرش وجالس على العرش. طيب، وبعدين صفاته، هو ظالم شرير، هو قوي، هو باطش جبار، هو رحيم، رحمن، غفور، هو 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 هو. لما نضع هذه الصفات وهذه التساؤلات، نجد أن عقل الإنسان إذا أراد الإجابة على هذه يندرج إلى المخيلات، لأن الله بما أنه قدرات البشر العقلية والبصرية والسمعية غير قادرة على الوصول إلى يعني بيان حقيقي أو توضيح أو رؤية حقيقية، على استبصار، على اكتشاف، فيطلق العنان إلى مخيلته. فهناك من يتصور الله على شكل نور، وهناك من يتصور الله على شكل عملاق، ملك جبار جالس على العرش وعنده خدم وحشم. طيب، السؤال، الله بما بأي لغة يتكلم؟ بالعربية، بالعبرية، يتكلم بالصيني، بالإنجليزي، بالفرنسي. طيب، نجد أن البشر على اختلاف ألسنتهم، كيف يفهمهم؟ كيف يفهم مقاصدهم ولغتهم؟ طيب، لماذا خلق الله الإنسان؟ خلقه فقط لكي يعيش في هذه الحياة حال الحيوان والنبات والحشرات؟ نجد أنه الكتب يقول الخلق الغرض من العبادة. أوكي، لماذا هو يحتاج للعبادة؟ يعني هو خلقني، ليش يريدني أعبده؟ طيب، لماذا جعل طبيعة خلقي فقط أن الإنسان أنا أعبده؟ لماذا الحيوان لا يعبده مثلا؟ الشجر لا يعبده؟ طيب، وهذه التساؤلات تحكم في إجابتها رجال الدين حسب مخيلاتهم وتصوراتهم.
الآن أسلم لك المايك. مداخلة أخرى عندي. شكرا جزيلا. ولا زلنا في الله أو الإله، هل هو فعلا الخالق؟ هل هو واجب الوجود؟ هل هو تكلم عن نفسه؟ هل حدثنا؟ هل أخبرنا بصريح العبارة؟ هل تجسد لنا فعلا كما يقول البعض في صورة؟ ولماذا يصغرون القيمة العليا لفكرة الإله؟ هل حقيقة الإنسان أنه موجود فعلا؟ هل أنا وأنت موجودين على هذه الأرض أم نحن وهم من الأوهام؟ هل نحن نعيش حلم أو حقيقة أو خيال أو افتراضات؟ أني أرى أني موجود، وهل أنا مهيأ لأفكر بمن أوجد هذا الكون؟ بمعنى حسب المنهاج الديني الله، ولكن هل فعلا الله صغير إلى هذه الدرجة ليحتاج من يوضحه للناس ويبينه ويفصله؟ ولماذا دوما كل مثلبة ومنقصة ترمى بفكرة الإله؟ وهل الله حادث؟ الله قديم؟ الله أزلي؟ وهل الله يخاف من الإنسان فلا يظهر؟ أم أن دلائل قدرته وقوته يظهرها في أفعال؟ فهل هذه الأفعال هي حقيقية أم نحن نفترض أن الله لديه أفعال؟ وهل نحن أعطينا صفات إلى الإله أو هو أعطى لنفسه صفات؟ دوما الإنسان هو يضع أفكار ويلزم نفسه بها، ولكنه يقول أن الله قال، هو يقول أن الله قال. ما هو الدليل على أن الله قال وتحدث وبين وأوضح أنه موجود؟ سيقول المتفلسفون دلائل الله في هذا الوجود. ما هو الوجود؟ يقول لك كرتنا الأرضية. ما هو حجم كرتنا الأرضية في هذا الكون؟ يقول لك لا، ليس كون، إنما هي سماء وأرض. ثم أوجدوا فكرة السماوات العلى والرحمن على العرش استوى. من أعطى اسم الرحمن إلى الله؟ وهل فعلا الله يتحجم؟ الله يجلس على كرسي؟ أو الله يركب بغلة أو يركب فرسة؟ أو أن الله معتوه كما يقولون جل جلاله يتنقل بين الجبال أو يظهر في النيران أو يكلم البشر؟ هل الله له صوت؟ هل الله يتنفس يتحدث؟ هل الله يسمع؟ هل الله له آذان؟ في الأديان نعم الله يسمع وله أذنين في التوراة وله لسان، بل قال وله ساق وله أيدي، بل أنهم أدخلوا يد الله مع يد البشر فقالوا يد الله فوق أيديهم، وقالوا أيضا حتى هذا الصبح يتنفس، وكل شيء أوكلوه إلى فكرة الله. ولماذا دوما الإنسان يحشر أنفه في فكرة الله؟ هل الإنسان مهيئ إلى أن يتحدث عن من أوجده؟ أنا جئت إلى هذه الدنيا أمي وأبي قبلي، فكيف أنا أتحدث عن من قبلي؟ بمعنى ما هي الخلفية التي أملكها عن من قبلي؟ هل أنا رأيت الوجود؟ هل أنا رأيت كيف وجد هذا الكون؟ أم أن هذا الكون سرمدي أبدي، لا أول قبله ولا آخر بعده؟ كل هذا الذي نتساءل عنه
ولا زلنا نبحث عن هذا الإله. سيقول شخص: أنتم مهرطقون، أنتم صفصفة، أنتم كذابون، أنتم ملاحدة، أنتم أبدا. نحن لا هذا ولا ذاك، لا ندعي أننا نملك الحقائق الكاملة، ولا ندعي أننا مؤهلون بشكل قاطع لإثبات شخصية. فكيف يكون الله شخصية؟ الله ليس شخصية، والله ليس جسم، مع أن كل الأديان تقول أن الله ليس كمثله شيء. فإذا كان الله ليس كمثله شيء، فكيف تصفون الإله هذه الأوصاف؟ هناك من يقول: أمن افترى على الله كذبا؟ من الذين يفترون على الله كذبا؟ هل أنا أفتري على الله كذبا؟ أو أنا أفتري على فكرة الإله كذبا؟ وهل الله جميل؟ هل الله قوي؟ هل الله ظالم؟ هل الله سميع، بصير، حليم، غفور، رزاق، كريم؟ كل صفات أهورا مازدا ألصقت بهذا الإله. وهناك من دخل وأيضا وضع من نفسه أسماء لهذا الإله وصفات لهذا الإله، وهو لم ير شيئا. فكيف تصف شيئا أنت لم ترى؟ سيقولون لك الكهرباء، وسيقولون لك الضوء، وسيقولون ويقولون. نعم، أفكار مقبولة، ولكن لا يمكن أن نساوي فكرة الإله بفكرة البشر وفكرة المشابهة والمماثلة. أنت كيف تشابه الإله بأفكارك أنت؟ لا يمكن أن تطبق أفكارك وأفكاري على فكرة لشيء أوجد هذا الوجود. فنبحث نحن كيف وجدنا، كيف وجدنا، وبالأحرى كيف وجد هذا الكون، أو ربما كيف وجدت أكوان متعددة، أو كيف وجد اللامتناهي الذي لا نعرف عنه شيئا. هل هي استحالة أنه نصل إلى حقائق، أم أن الله لا يجب أن نجسده ولا نمثله بفكرة بشرية؟ هل هذا الكون دقيق ومنضبط فعلا في أدق التفاصيل؟ سيظهر شخص يقول لك: والأحداث التي تمر، والنيازك والشهب، و عندما نرى هذا الكون العظيم لا يمكن أن نأخذ جزئية صغيرة لنيزك ونسقطها على الكون. بمعنى، نحن نتحدث عن كرتنا الأرضية، ما هي قيمة كرتنا الأرضية في هذا الكون؟ إذا كان من باب العلم القياسي الفيزيائي الفلكي بالحساب الرياضي أن هذا الكون هو 98 مليار سنة ضوئية، أين أضع الشهب والنيازك في هذا البعد؟ وكرتنا الأرضية لا تعدل شيئا في هذا الكون. والعلم يستمر في البحث، والعلم يستمر في البحث ليس لإثبات شخصية الإله، لكن بحثا عن هذا الوجود. كيف وجدنا؟ هل سنصل إلى حقائق عن هذا الوجود؟ ولنرى هل الأديان تنظر إلى الله بجلال قدره كما يقولون وعظيم سلطانه؟ هل فعلا أن الله جل جلاله البناء؟ هل فعلا أن الله منشئ السحاب الثقال؟ ولماذا الله ينشئ السحاب الثقال؟ وهل فعلا له ملائكة؟ وهل فعلا أن الرعد يسبح بحمده؟
وهل فعلا أن الملائكة من خيفته ما بين قائم محمد مكبر مهلل؟ وهل الله يحتاج إلى أفعالنا نحن حتى نسقطها على هذا الإله؟ من يصغر الإله؟ من يصغر الإله هذا الذي يفترض نفسه أنه موصول بحبل بالسماء بسلسلة ذهبية لا يعرف طولها، أو أن له سلم. من الغباء أن يرى الإنسان أن هناك سلم بين الأرض والسماء، فعن أي سماء نتحدث؟ وكم طول هذا السلم؟ وهل هذا السلم ضوئي أم أن هذا السلم ما بعد الضوء؟ والعلم يتحدث عن سرعة الآن أسرع من الضوء في تشكل الكون المستمر. هل فعلا هؤلاء يحترمون فكرة الإله أم أنهم يسيئون إلى الإله؟ ولنرى أن البعض يرى أن الله له أفعال، بل أن البعض يقول لك أن الله يقول ذروني ذروني مع شخص معين، وأنا لا أحب التفاسير، ولكن لتقريب الصورة أن الله يدخل في صراع. وهذه نفس تصورات التوراة عندما الله أو ملاك الرب يتصارع مع المدعو يعقوب أو إسرائيل. الله يتصارع والله يتجول على بغل أو على أتان أو على حمار، أو يتجول على فرس أو على إبل أو افتراضات. فكيف تصغرون قيمة الإله وفق مفاهيمكم أنتم؟ وكيف تقولون أن الله سباب وشتام ولعان؟ أنتم السبابون الشتامون اللعانون، أنتم الكذبة، تكذبون على قوة لم تروها أو على اتجاه لا نعرف كيف أوجدنا، أو تنسبون إلى نظام كوني لا نعرف إلا أننا نتاج هذا النظام الكوني، ولكنه بالتأكيد محسوب بدقة وحساب عقلي، وأن للكون عقل. سيقول قائل: وهل العقل وهل الله له دماغ؟ يفكرون بطريقة البشر، وطريقة البشر في القياس لا تصلح أن يقاس بها. وفي الإسلام أدخلوا لنا قصة الوليد بن المغيرة ولا إن كانت فكرة الإله البشرية فلا تصح أن نطلقها على فكرة من أوجد الوجود، من أوجد هذا الكون أو الأكوان أو لا يمكن أن تصف من تقولون جل ثناؤه وعظم سلطانه وطغى نوره أن يدخل في صراع مع شخص ثم يسمه على الخرطوم، ثم تصفون أوصافا بشرية. قلتم أن الله يقول عنه الزنيم أبدا لا يمكن للشيء العظيم أن يتصاغر أو يصغر أمامه جسم غير مرئي في هذا الكون. أنا وأنت غير مرئيين، كرتنا غير مرئية في هذا الكون ولا قيمة لها، ولكننا دوما نفترض افتراضات ونلزم أنفسنا. وقالوا أن الله فضل بعضا على بعض، أين مبدأ العدل في فكرة الإله إذا كان الله يفضل بعضا على بعض في فكرة الرزق؟ هل الله يفضل بعضا على بعض في فكرة الرزق، أم نحن نفترض أن الله قد قال أنه
يعطي هذا الرزق ويفضل بعضنا على بعض في الرزق؟ ما هي دلائلك على أن الله فضل بعض على بعض في الرزق؟ يقول لك بفكرة الابتلاء، وأنه أعطى قليلا وأكدى، وأنه هو رب الشعرة، وأنه أمات وأحيا، فإذا هو الذي الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، ولكنه يقول وفضل بعضكم على بعض في الرزق. ولماذا يعطي الرزق لجهة ولا يعطي الرزق لجهة أخرى؟ وهو يفترض أن يكون عادلا. فمن يسيء إلى الإله ومن يسقط أفكاره على فكرة الإله؟ أعود لبسن حاريب ونستمر في حوارنا ولا زلنا في فكرة الإله. تفضل سن حاريب. شكرا أستاذ أيوب. نرجع إنه السؤال، هل الإله وجود وكيان أم هو مجرد فكرة في عقل الإنسان؟ إذا كان هذا الإله وجود وكيان، فالتساؤلات كيف وجد ومتى ومن أوجده، وهل أوجد نفسه بنفسه، ولماذا هو موجود، وهل وجوده باقي أزلي؟ راح أصحاب الأديان المسلمين واليهود والمسيحيين يردون بأجوبة فراغية، يعني لا تعطي جوابا شافيا. مثلا يقول لك لا يجوز أن تقول من أوجده، بل هو الوجود نفسه، أي بمعنى دخلنا في واجب الوجود، يعني وجوده واجبا وهو الوجود نفسه. يعني لا تقول كيف بدأ الله، الله هو البداية. طيب لما ندخل هذه الفكرة ضمن سياق العقل والمنطق، نجد أنه لا تعطي جوابا شافيا، بل هو مجرد صفصطة في الكلام، تزويق، كأني أقول يعني فلان هو ملك، فأنا أقول كيف صار ملك؟ ومن الذي نصبه ملك؟ ومن متى هو ملك؟ وكيف امتلك هذا المنصب؟ طيب ومن يشهد له أنه ملك؟ فيجون يقولوا له فلان أساسا هو أبو ملك ومن أسرة ملكية، والملك أصبح بيديه لأنه هو آخر السلالة. طيب لما نجي أنه هو مالك السماوات والأرض أو هو الإله الله، من يشهد له بأنه هو الإله؟ هو يشهد على نفسه، يقول أنا الله وأنا أشهد على نفسي إني الله الله. والدليل يقول شهد الله إنه لا إله إلا هو. يعني أنا ما أعرف شهد الله إنه لا إله إلا هو، هو يشهد لنفسه، هو يعطي براهين وأدلة على وجوده ويشهد لنفسه. يعني والمعروف الإثبات يحتاج شهود. يعني أمام الرؤية المنطقية أنه لإثبات الشيء لابد من تجربة، هذا واحد، لإثبات الشيء لابد من مراجعة معاينات ومشاهدات متعددة، لإثبات هذا الشيء يجب إعطاء قرائن وأدلة،
يجي يقول لك يعني أنت ما تؤمن بالله؟ وسيقول لا لا، وأنه هو موجود وأزلي وهو البداية، وأنه هو أوجد نفسه بنفسه ولم يوجده أحد. يعني دخلنا في السببية، يعني ما هو السبب الذي سبب في وجود الإله؟ طيب، ولك لا تسأل عن السبب، لأن هو وجوده لا يعلل، لأن هو الوجود نفسه. طيب، السؤال: إذا كان هذا حقيقي، فنريد أن نعرف قبل أن يخلقنا الله وينشئنا على الأرض أين كان؟ فنجد الإجابات: كان عرشه على الماء فقط. يعني الله عنده عرش، وهو ملك جبار عظيم يسكن في السماء في مكان لا نعرف في أي مجرة وفي أي حيز فضائي ولا في أي زمان أو مكان، ما نطلق عليه في الزمكان. فجأة جلس على عرشه وفكر ماذا يفعل، فبدأ بخلق الأجرام السماوية، خلق الشمس، قمر، ما عارف إيش، سماء. بعدين قرر أن يخلق الأرض. طيب، إحنا ما نعرف بالمعلومات في القرآن وكان عرشه على الماء. كلمة كان فعل ماضي. طيب، وما زال عرشه على الماء؟ طيب، وكان عرشه على الماء، أو الرب استوى على العرش؟ ما عرفوا هذا الاستواء شنو، يعني هو جالس عليه أم هو مسيطر على العرش، يعني ما حد يأخذ منه. أوكي، عندنا مسألة، يعني من أجل أن نعترف به هو الله لابد من شهود وقرائن وإثباتات. كما أسلفت، هو يشهد لنفسه. ثم طريقة تواصله مع البشر هي طريقة بدائية، يرسل نبي، يختار واحد من البشر ويقول لهم أنا نبي، أنا رسول. أنت من أرسلك؟ وشلون صرت نبي؟ إجاني الوحي، أو أنا كنت نايم حلمت. نجد أن طريقة الوحي، أنه الله يوحي للبشر، طريقة بدائية. واحد نايم حلم أنه الله يكلمه، أو كائن حي اسمه جبريل يكلمه يقول له أنت اسمع، واحد من ملايين البشر اختارك الله أنه أنت تبشر عنه، تقول معبدوه. طيب، ما هو إذا الله خلقني وخلق الهندي وخلق الصيني والياباني وخلق هذه الأقوام في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وعطانا العقل وعطانا المأكل والمشرب وسبل الحياة ونتنفس ونأكل ونتكاثر ونبني ونطور أنفسنا ونفكر، لم يستطع أن يشعرنا بوجوده إلا عن طريق شخص واحد؟ طيب، يعني لا يوجد، يعني بما أنه خلق لنا الأدمغة، لماذا لم يخلق في أدمغتنا طريقة التعرف عليه مباشرة دون الحاجة إلى شخص مدعي أنه نبي؟ طيب، إذا ادعى شخص أنه يتواصل مع الإله، ما هو الإثبات؟ أعطيني دليل، آية، دليل، معجزة، أعطيني فتشي، أعطيني. ظهرت هنا المعجزات،
ظهرت هنا الدلائل، الآيات ظهرت هنا، يعني أطلقت لعنان البشر يعني الخيالات. نجد أن النبي محمد يقول أنت كيف تشعر بأن الله الآن يوحي لك؟ يقول أسمع الجرس بإذني، مرة يقول يأتيني عن طريق دحية الكلب، مرة يقول يأتيني في المنام. طيب لنفرض أنا نمت وحلمت بالله، الله جالس على كرسي وعرش، وجيت رويت هذا الكلام للسادة أيوب ولأصدقاء وزملاء أهلي. طيب كيف أثبت لهم بأن الله أنا شفته في الحلم وكلمني؟ طيب يقولوا لي إيش قال لك؟ أقولهم مثلا قال لي كلام معين. طيب هل هذا دليل أنه حتى الأنبياء أنه الله تواصل معي وأنه اختارني نبي وأنه هو موجود، أم مجرد أنا كإنسان اختلقت هالفكرة حتى أدعي لنفسي ما ليس لغيري من قدرة وأكون فكرة أني أنا مقدس وأن القوى الإلهية تتواصل معي وأنها تمدني بالقوة؟ ما هو القوة؟ علمي بالغيب. ما هي القوة؟ قادر على تحويل التراب إلى ذهب، قادر على زلزلة الأرض في كلمة أقولها أو أعمل حركة، قادر على أنه أشفي المرضى، قادر على أنه أغير مقادير الناس. ولكن في الحقيقة كلها أفكار بشرية. لماذا؟ لأنه الله إذا كان بهذه القدرة بالخلق، خلق الأجرام والسماوات والكون وقوانين الفيزياء والبشر والشجر والحجر والحشرات، لم يستطع أن يخلق في دماغ الإنسان وسيلة استشعار بوجوده وطريقة معرفة إلا هذه الطريقة الساذجة، يرسل 25 نبي 1000 نبي. طيب ما الفائدة أن الله يرسل الأنبياء؟ ما الفائدة أنه يرسل لنا الكتب؟ ما الفائدة تعددت الأديان؟ يجعل الدين واحد، يجعل البشر هذا لا يعبد البقر وهذا لا يعبد بوذا وهذا لا يعبد البحر والقمر والشجر والحجر، ويعبد الإنسان ويعبد أشكال من مخيلاته. مجرد يخلق الإنسان يعبد إلى وحده، فرجعوا يرقعون يقول لك لا، الإيمان بالله هو فطرة. كيف هي فطرة؟ يقول الإنسان أول ما يولد هو يشعر بوجود الله وهو يدري أنه الله موجود. طيب إذا كان هذا صحيح، لماذا يدين الإنسان الطفل بدين أبويه؟ يعني أبوه لا يؤمن بوجود الإله، هو أيضا لا يؤمن، أبوه يعبد البقر يقوم ويعبد البقر. إذا فكرة الفطرة التي طرحوها المسلمين هي فكرة فاشلة. طيب إذا كان الله هو إله الخير والنماء والرحمة، ما الغرض من خلقه للشر؟ يعني السؤال، أنا أتجه إلى الإنسان العادل الطيب الرحيم العاقل، أنا لا أتجه إلى الإنسان الشرير الغاضب الشرير الباطش المدمر
طيب، لكن نجد أنه هو رب الشر وهو رب الخير، هو يخلق الخير ويخلق الشر ويسمح للشر أن ينتشر ولا يوقفه عند حده. طيب، والأغرب أن هذا الله جالس على العرش في السماء، معه ملايين من الملائكة وبيده القدرات، يتحكم بالرزق وبالحياة وبالأكسجين، يطلب من البشر طلبات ساذجة. أول شيء يؤمن به، أوكي آمنا به، بعدين يطلب ينشر دينه، أوكي نشرنا دينه، بعدين يطلب إني أموت وأدافع عنه وأجاهد في سبيله، قاتلوا في سبيل الله. طيب، ما أنت صاحب القدرة، أنت قادر على أنك تفرض دينك ووجودك وفكرتك في كل بشر، ليش تخلي هذا البشر هو يدافع عنك ويقاتل بالنيابة عنك ويبذل جهد في سبيل أنه يدافع عن فكرة وجودك؟ ليس بالنفس بل بالمال، حتى أدفع فلوس وأتصدق وهذا الإله يريدني أني أذبح له قرابين أنطيله. طيب، هل هو يأخذ هذه القرابين، أذبح له، أسفك له الدماء، شو يسوي بيها؟ يعني يطلب مني أن أصوم له، أجوع نفسي. طيب، يطلب مني أن أبني له بيت وألف وأدور حول البيت. ما الغرض من هذا الشعائر؟ ما أعرف شنو الغرض. بالنهاية أنا أبذل هذا الجهد معتقد أنه هذا في مرضات الله، ما أعرف شنو اللي يستفاد منه. طيب، أنا ما عبدته، ولكني إنسان لا أظلم، لا أكذب، لا أسرق، لا أنهب، لا أقتل، لست شريرا، لماذا يعذبني؟ لمجرد أني لم أؤمن بفكرة وجوده. إذا مقاييس الحكم الله على البشر، أنت إذا ما تعبده أنت في النار، حتى لو كنت إنسان في كامل الأوصاف مثالي. ليش؟ لأن يقول لك أنت ما لي علاقة، أنت كويس مو كويس أنت. ولهذا تشوف تذهب بعض الطوائف الإسلامية والمسيحية، أن الإنسان بالنهاية يزني، يسرق، ما دام يؤمن بالله دخل الجنة كما جاء في الحديث الذي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر للنبي محمد وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، وعادها 3 أيام. لا أعرف كيف يتساوى السارق والزاني والمجرم مع الإنسان العاقل والطيب والعادل، لمجرد أن هذا المجرم ومرتكب السيئة يؤمن بوجوده والآخر ذو الصفات الجميلة يؤمن بوجوده، فإذا هو يحرم من الجنة. أعتقد هذه كلها مقاييس بشرية، يعني البشر أوجد فكرة الإله وأعطى للإله صفاته البشرية. تحياتي، مايك معك. شكرا سن حريف، ونستمر في فكرة الإله. الأديان تقول أن الله كان كنزا مخفيا، وأن الله هو قال عن نفسه أنه كان كنزا مخفيا وأراد أن يعرف. ما فائدة أن يعرف وهو لم يكن هناك شيء؟ بمعنى أن الله نرجسي وأحب نفسه فقال الآن قررت أن أخلق بشر وأخلق
سماء وأرض ونجوم ومصابيح، وأخلق بشر حتى يعبدونني، كنت كنزا مخفيا فأردت أن، وماذا؟ وخلقت إنسان على شكلي، على شكلي وهيئتي، ونفخت فيهم روحي. طيب، أنت تخلق من نفسك وشكلك وتنفخ فيهم روحك، هل روحك خالدة؟ وهل روحك تحل في الإنسان؟ أم أن الإنسان صيغة متقدمة لوجودك؟ الله لم يقل هذا الشيء، أو النظام الذي أوجد هذا الكون لم يتحدث عن نفسه، وليس محتاج أن يتحدث عن نفسه في كائن ضعيف لا يقوى على أن يقف على رجليه. الله يحتاج إنسان من أجل أن يظهر قوته؟ الله لا يحتاج، يفترض. هم أسقطوا مفاهيم البشر على الله فأجلسوه على كرسي. لو عدنا إلى الماضي البعيد نرى أن فكرة الكرسي ومن يحمل الكرسي، قديما كان الذين يحملون الكرسي أربعة: أسد ورجل وثور ونسر، وهناك من قال بقرة. فكرة الأربعة لأنهم يفترضون أن للكرسي أربعة قوائم، وهذه القوائم الأربعة التي قالوا أن الكرسي له أربع قوائم: أسد، نسر، ثور، بقرة، أي حيوان آخر. ننظر للتاريخ نجد أن هذا الكرسي موجود فعلا، ولكنه فكرة، فكرة عن الكرسي الآشوري، آشور الخلق البداية. أخذ هذا الكرسي وأسقط على فكرة الله، فكرة الله أجلسوه على كرسي، مع أن في الآشورية لا يقول لك يوجد كائن جالس على الكرسي، إنما هي بداية الخلق وفكرة. ولم يطلب منهم عبادات أو شيء أو أي شيء، ولكن عقل الإنسان يعود من جديد ليسقط أفكاره على الله. الإنسان هو الذي يسقط أفكاره على الله. طيب، من أين جئت بأفكار أن الله في تصرفاته في هذا الكون تفترضون أنه هو يقوم بكل شيء؟ ما قيمة كرتنا الأرضية لهذا الكون؟ ومن أين جاء الافتراض أن كرتنا الأرضية فقط فيها من سمينا أنفسنا بالبشر؟ هل فعلا نحن بشر؟ هل فعلا أن البشرية، هذه التسمية التي أطلقناها على أنفسنا، هي من واقع الحال، أم هي من المحال أن نعرف من نحن؟ أسمينا الدابة التي تسير على الأرض والطير يطير بجناحيه وقلنا أمم أمثالنا، دابة على الأرض وطائر يطير بجناحيه أمم أمثالنا، ويقول لكم وما فرطنا في الكتاب من شيء. ما هو الدليل؟ يقول لك الدليل أنا موجود والحيوانات والحشرات موجودة. ما هي غاية الله من خلق الحشرات؟ إن كان خلق الحيوانات من أجلنا، الخيل والحميرة والبغالة لتركبوها
وإن في الأنعام لعبرة، وفي الأنعام أعطانا الأوبر والصوف ولحوم، وأعطانا أيضا الطيور حتى نأكل منها، وكأن الله خلق الإنسان للأكل. مرة يقول لك: وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما. مرة يقول لك: لسنا لاعبين. ومرة يقول لك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل فعلا هو قال هذا الشيء؟ ما هو الدليل على أن يوجد من قال هذا الشيء؟ ولماذا هذه الصياغات ونصف بها الله؟ وقالوا أن الله قال: أنا الملك وأنا المليك وأنا المالك. نأتي ونسقط كل الأسماء ونصف بها الله، فهل فعلا الله قال عن نفسه هذه التسميات؟ من أين جاءت فكرة الأزلية؟ ما هو الدليل على أن هذا الكائن الذي أسموه الله دائم؟ وهل كرتنا الأرضية هي مثال حي للوجود، أم أن هناك مثل كرتنا الأرضية تتوفر فيها العوامل الطبيعية الكيميائية البيولوجية لإنتاج إنسان؟ بمعنى تتوفر الظروف الطبيعية من حرارة وأشعة ومركبات كيميائية ساعدت في إنتاج مقومات الخلية الأولى وما قبل الخلية الأولى، فهل يوجد مثل كرتنا الأرضية؟ إذا كان هناك إله كما يفترضون، فيفترض أن في هذا الكون الذي فيه مليارات المليارات من المجرات، وليس حتى من مجموعتنا الشمسية، لا، كرة أرضية مجموعة شمسية مجرات، ثم درب التبانة، ثم السلسلة، ثم المرأة، ثم إلى ما لا نهاية من التسميات العلمية، مع أنه يقولون الله يقول: وما خلقت السماوات والأرض إلا بالحق. ومرة يقول لك: بالحق أنزلناه وبالحق نزل، بمعنى أنزل كل شيء وقننه سواء في كتبه أو في مخلوقاته. فهل فعلا الله المفترض دينيا قال هذا الشيء؟ فهل الله له صوت؟ وهل فعلا أن الملائكة والرعد يسبحون بحمده؟ أم أنهم يفترون على الله كذبا؟ فمن يكذب على الله؟ من يكذب على الله هؤلاء الذين افترضوا أن له صوت وله يد ويبطش. كيف لا تعظمون إلها تعبدونه؟ أنتم لا تعظمون هذا الإله. مرة افترضتموه بعدم العدل. لماذا؟ لأنكم قلتم أن الله فضل بعضنا على بعض في الرزق، بل أنتم تماديتم وقلتم أن الله قد فضل الرسل بعض الرسل على بعض. هل يصح أن الله يخلق ويبعث رسل وحتى رسل ليس عادل معهم؟ هل يصح هذا؟ ومرة يقولون لك أن الله غني عن عباده ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن أيضا يقولون: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا كلهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ خطاب مزدوج فكري لا ينطبق، لأنه مشيئته لماذا لا يشاء؟ ولماذا لا يخلق نموذجا إيمانيا بدل أن يخلق نموذجا مزدوجا ما بين الإيمان والكفر؟ هل الله عاجز أن يقدم صورة مثلى عنه، أم أن البشر يفترون على الله الكذب؟
هل الله عاجز أن يخلق إنسان سوي، هيكل، قوة، عين، أذن، أنف، يد، رجل، وظائف، أجهزة متناسقة منتظمة لا يحتاج إلى زائدة دودية ولا إلى مرارة ولا إلى كبد يتعرض ولا إلى رئتين ولا إلى قلب ولا إلى شرايين يصيبها الانسدادات ولا إلى سمع يضعف وإلى بصر يفقده ولا إلى أنف لا يتحسس وفم ولسان لا يتذوق وعقل لا يوزن ولا يرى الأمور بمنظارها. من أساء إلى فكرة الإله؟ هل من يفكر بالطريقة الحقة ويحترم نفسه هو الذي أساء إلى الإله؟ أم أنك أيها المسكين الذي تدعي أنك تعرف الله، أنت لا تعرف الله، لأنك تقول أن الله قد قال عن نفسه. ماذا قال؟ يقولون أن الله قال كان الناس أمة واحدة فبعثت النبيين. الناس كانوا أمة واحدة، إذن كانوا متوافقين متفاعلين مترحمين بينهم، ولكن الله قال كان الناس أمة واحدة فبعثت النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم. هو الله ينزل ويفرق الناس ثم يبعث أنبياء مبشرين ومنذرين. هل الله متناقض حتى يقوم بهذه الأفعال؟ أم أنتم الذين تدعون على إلهكم هذه الأفعال؟ إذن هنا هذه منقصة في حق الإله، لأنه فرق حتى يسود على البشر ويعود نفس هؤلاء الذين قالوا أن الله قال آنفا، ويقولون لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ماذا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هل الله متناقض؟ كانت أمة واحدة ثم فرقهم ثم يعود يرسل أنبياء ومبشرين ثم يقول لو شئت أنا لجعلت لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. أين هذه المعارج وعلى ماذا يظهرون؟ على ماذا يظهرون؟ أين يذهبون بالمعارج؟ مرة يقول لك سأل سائل بعذاب واقع من الله ليس له دافع، ومرة يقولون لك والسماء ذات الحبك. هم ينسجون من خيالهم أفكار لا تتطابق مع أرض الواقع، أرض الواقع الذي يصغرون فيه قيمته، ثم يقولون أن الله وضع أقفال على القلوب لأنهم يرون أن العقل في القلب وأقفل عليهم، فهم ماذا؟ لا يفقهون. ثم يتهمون الله أن الله قد قال وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا. يعني الله يوصد القلوب والعقول ويسد الآذان، إذن كيف توصل أفكارك إلى هؤلاء الذين جعلت على قلوبهم أقفالها؟ ثم تمادوا في أفكارهم وضلالاتهم وقالوا أن الله لا يحب الفرح، وأن الله إذا كان لا يحب الفرح فإذن هو عبوس قمطرير. فهل الله فعلا هو عبوس قمطرير؟ قالوا إن الله لا يحب الفرحين، إذن من ينتهك سور الإلهي؟ بل زادوا في الطين بلة وقالوا أن الله لا يحب الفرحين. الله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الخير، بل أنهم تمادوا أكثر وقالوا أن الله يقول على لسان الله أن الإنسان لحب الخير لشديد،
الإنسان يحب الخير، هل الله لا يحب الخير؟ من حاصل المنطق أن الله لا يحب الخير، وهذا لا يصح ابتداء، بل زادوا عليه أن الله يريدنا أن نعبده، ومن جهة أخرى يقولون أن الله من على عباده بالإيمان. إذن هو يا أما يطلب منا طلبات محددة ويهدينا سبل الرشاد، ولكن هم يقولون هكذا. ثم بعد أن من علينا بالإيمان انتقل إلى من مخلوقاته كما يقولون، وقال اقتلوهم، وقال هذه الجهة نجس، وأيضا حتى الحمار لم يسلم منه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، بل وصف البعض أنهم كمثل الحمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن لماذا هذا؟ لماذا؟ ولماذا يطلب أن نبذل أنفسنا لأجله؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل الله قال هذا؟ وهل الله يطلب الحماية من البشر؟ ولماذا الله يريد من يدافع عنه؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله عاجز أم هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا كما يقولون؟ بل أن الله فشل في وضع نظام عقوبات، فقالوا العين بالعين والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، السن بالسن والأذن بالأذن والأنف بالأنف والجروح قصاص. الله فشل في أن يقيم نظام عدالته، بل أنهم تمادوا وقالوا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. إذن الله يتحيز في مكان كما حيزوه على الكرسي وجعلوا له مقعد، قالوا أن الله ينزل في الثلث. وماذا هذا الثلث الليل؟ هل هو في أستراليا؟ هل هو في كندا؟ وأنتم تعرفون أن للأرض مشارق ومغارب، نحن نرى أن هناك ليلا ونهار، ولكن هذا الكون المظلم نحن نريد أن نسقطه. ثم زادوا في توجيه الاتهامات إلى إلههم أن الله يقترض من البشر، الله يقترض من البشر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنتم لا تحترمون إلهكم فتنسبون له هذه. ثم قلتم أن الله يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذن هو ليس عادل. ثم قالوا أن الله يضر. لماذا الله يضر؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه. ولماذا لا يكون الفائدة إلى الله؟ ثم زادوا وقالوا أن الله يشارك الناس في أموالهم، وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. هل الله يحتاج الأموال أم أن هذه الأفكار التوراتية، الذهب والفضة والنحاس والحديد، كلها إلى بيت الرب؟ ثم أن الله يتمادى في طريقة التعذيب، ولكن يعذب من؟ وعلى لسان سليمان هم كما يقولون لو عذبنه عذابا لا أعذب أحدا مثله، بل زادوا في الإقلال من شأن إلههم أن الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم؟ ما قيمتي أنا أمام فكرة الإله المفترض؟ ثم زادوا في هذا طغيانا وقالوا أن الله ماذا؟ يرسل الشياطين، أن الله يرسل الشياطين على البشر. ماذا تفعل الشياطين؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة؟ لأن هذا الكافر الذي لا يؤمن في هذا الإله هو الله يبعث عليه الشياطين حتى ماذا؟ يجعلهم في طغيانهم يعمهون.
هم يجيدون ويكيلون كلاما لا يليق بمرتبة إله يفترض أنهم يعبدونه، وقالوا أن الله يسخر. هل يعقل أن رجلا فاضلا كريما معطاء جوادا يسخر من الناس، يسخر من أهل قبيلته أو من ضيوف مضاربه أو ضيوف صالونه؟ جعل الله يسخر، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فهل الله يسخر؟ ثم تمادوا وقالوا أن الله يشوي. هل الله يعمل في شوي اللحوم؟ لماذا لا تحترمون إلهكم؟ قالوا أن الله يقول سأسليه سقر، وما أدراك ما سقر. بل زادوا أن الله يتفاعل بالفعل ورد الفعل، وأن الله ينتقم من المجرمين، إنا من المجرمين لمنتقمون. وهل يحتاج الله إلى الانتقام أنه فعال لما يريد، وأمره بين الكاف والنون، وقلوبنا بين إصبعيه يقلبها كيف يشاء؟ ثم زادوا في ألفاظ لا يفترض أن تليق بمقام إله، مع أنه هو الذي خلق الكلاب والحمير والخنازير وكل المخلوقات. فقالوا مثله كالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. بل أنهم قالوا أن الله وصف عباده أنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. كم أنت مظلوم أيها الإله، عندما قالوا أنك تقول من خلقك جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من يسيء إليه؟ ثم زادوا فقالوا أن الله ظالم، وأن الله يبطش بالناس، وقالوا أن بطش ربك لشديد. فهل الله يبطش بعباده؟ وقالوا أن الله يفقع العيون. ثم قالوا أن الله كأنه كتلة حرارية أو شعاع أو نور. قالوا الله نور السماوات والأرض. ما قيمة السماوات والأرض أمام جلاله كما يقولون؟ ولكن زادوا مرة أخرى وقالوا أن الله يقول أحسب الناس أن يتركوا سدى وهم لا يفتنون، أن الله هو الذي يفتن البشر ويجعلهم في الضلالة يعمهون. ثم زادوا إجحافا وسوءا على إلههم وقالوا أن الله يرابي. كيف يرابي الله؟ وكيف الله يمنعنا من الربا ولكنه هو يرابي؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذن من الذي يعطي الربا؟ ثم حتى المؤمنين الله سلط عليهم الشياطين، ويقولون أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. لماذا تبعث الشياطين والشياطين تستزلهم ولا يقاتلون في سبيلك ثم تعفو عنهم؟ ثم زادوا فيها وقالوا أن الله يمكر وأن الله يخادع. هل يعقل؟ يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، أي خير النصابين، خير الذين يصيبون الناس بالأذى. بل زادوا وقالوا ومكر أولئك هو مكر الله العظيم. ثم زادوا وقالوا أن الله يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم. هل الله يتعامل مع البشر على فكرة القداع؟
وقالوا أن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم زادوا وقالوا أن الله يخدع الإنسان ويريد أن يذهب بالإنسان في طريق الضلال. وقالوا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وصفوا الله بهذه الأوصاف التي هم خلقوها من أنفسهم، هكذا هم يصفون الإله تعالى وجل ثناؤه كما يقولون. بل أنهم زادوا وقالوا أن الله يستخدم طرقا بدائية وسلبية وأن الله يستخدم دما وضفادعا وبعوضا وذبابا وأن الله يقتل المواشي والحمير وأن الله يبعث الدمامل والتقيح والبثور في جسم الإنسان وأن الله يصيب عبيده بالبرد وأن الله يستخدم الرعد والنار. ثم أن الله لم يكتفي فاستخدم الجراد، الله لا يستطيع أن يفعل إلا أن يستخدم الوسائل البدائية. وأختم بقولي أن الله له نفس. هل يعقل؟ من أدراكم أن الله له نفس وما هي نفس الله؟ ويحذركم الله نفسه لماذا؟ ويقول في الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا على لسان نبي مفترض. ثم قالوا أن لله أياما وعمرا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهل الله له أيام وأيام الله تختلف عن أيامنا؟ ثم الله دعا إلى قطع الناس وذبحهم بمناشير وتقطيعهم بفؤوس ونواجل وتقطيع الأبناء والأولاد. ثم زادوا وقالوا أن الله يشتري ويبيع، إن الله اشترى من المؤمنين بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. وإذا كان الله قد كتب كل شيء في الألواح موعظة وتفصيلا فلماذا نحن في هذا؟ وهل الله يتكلم ويكتب مرة وكتب في الألواح، كتب بإصبعه الشريفة كما يقولون حتى سال الدم منها، ومن ثم يقولون أن الله يتكلم وكلم الله موسى تكليما؟ من هذا موسى؟ هذا القاتل الذي قتل 3000 إنسان. ثم زادوا في الطين بلة وقالوا أن الله يتحسر، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن أنقصوا من مقام الإله الذي يعبدونه. ثم ماذا؟ زادوا زيادة كبرى وقالوا وما أرسلنا في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ترسل لهم ثم تأخذهم بالبأساء والضراء ونقص من الأموال والثمرات، ثم تعود من جديد وتقول أن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه فكرة العبودية التي دمرت عقل الإنسان. ثم الله، أختم بهذا، أن الله يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم يعود فجأة فيقول فإن يصبروا فإن النار مثوى لهم، ويقول ادعوني أستجب لكم، دعوناك فكانت جوابك للذين يدعونك وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقة. ثم أطلقت أحكاما فقلت من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر،
ولكنك تعود وتقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا في حوار مع الله والله، فمن يعرف الله أفضل؟ الله المفترض في عقل الإنسان المؤمن، هل نحن نعرف الله أم هم يعرفون الله؟ ويستمر حوارنا مع الله، حوارنا مع الله، الله المفترض. هذا ما أحببت أن أقوله في هذا البث الصباحي الذي هو جريته تجريبا لأرى هل إمكانية البث الصباحي ممكنة بشكل جيد. شكرا جزيلا لكل من تابعني، شكرا أخي سنحاريب، شكرا لمن حضر أو تابع عن بعيد. إنه بث تجريبي، تحياتي وإلى لقاء آخر.